السلام عليكم ورحمة الله، أتمنى تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله برضو هنكمل اللي توقفنا عنده المحاضرة اللي فاتت. هنكمل بعض الانستليشن أو بعض السبيشال كيسز اللي ممكن تقابلنا في بعض المشاريع الخاصة بالانستليشن للرشاشات. نتكلم النهاردة عن الدراي سبرينكلر. أخدنا قبل كده في المحاضرات الأولانية يعني ايه دراي سبرينكلر. قلنا ان هو نوع من انواع الرشاشات اللي بستخدمها في الاماكن اللي ممكن بيحصل فيها تجمد للمياه، اللي بيقل فيها درجة الحرارة عن 4 درجة سيليزية، فعلشان خاطر ما يحصلش تجمد للمياه للرشاش، وبالتالي هيحصل تأخير في حالة حدوث حريق. هيحصل تأخير في الاكتيفيشن بتاعته، او ان هو مش هيطلع مياه بصورة سريعة، وبالتالي هيعمل انتشار كبير للحريق في المكان. فبستخدم نوعية من أنواع السبرينكلر اسمها دراي سبرينكلر، ودي بستخدمها في الأماكن محدودة اللي بيبقى مثلا أوضة صغيرة أو مكان صغير بيتعرض فيه درجة الحرارة في إلى درجة حرارة منخفضة ممكن تتسبب في التجمد للمياه. ده شكل اللي هو الدراي سبرينكلر. تمام، في عندك هنا ده العزل اللي هو بيبقى فاصل ما بين المنطقة اللي هي الكولد سبيس والمنطقة اللي هي هوت سبيس. اللي تحته ده مثلا اللي هي الأوضة اللي هي متعرضة للتجمد، ومن بره بيبقى فيه درجة الحرارة العادية. ففي المكان ده بروح مستخدم اللي هو الدراي سبرينكلر بالشكل ده. هنا بيعمل عملية سيلينج، سواء كان سيل خارجي تمام أو بيعمل سيل او بيعمل سيل مع العزل نفسه، يبقى ويز فريزر استراكشر. طيب العزل ده بيعمله ليه؟ علشان خاطر ما يحصلش ان في هواء يمر من هنا من المنطقة السخنة، بيبقى متحمل طبعا ببخار مية، لما يتعرض للبرودة اللي هي موجودة عندي في الكولد سبيس فممكن يحصل ليه تكاثف، وبالتالي هنا ممكن يتسبب في عملية الصدأ للماسورة دهية. فده التو اوبشن بيتيحهم لي الكود ان انا اركب السيل بتاعي بحيث ان انا اعمل عملية فصل تام ما بين الهوت سبيس والكولد سبيس. في حاجة تانية اسمها البارل. ايه هي البارل؟ يعني طول الماسورة نفسها من الوش بتاع العزل لحد اللي هو الفيتنج او البداية اللي هي بتاعة المية الموجودة عندي في الهيتد سبيس. المفروض ان هي ليها قيمة معينة علشان خاطر احافظ على المية ان هي ما تتعرضش للتجمد. والبارل ديت الديستنس بتاعتها او اللينس بتاعها بيعتمد على درجات الحرارة اللي هي بتاعت الهيتد سبيس والكولد سبيس. بيحددها ازاي؟ بيحددها من خلال الجدول ده. فبيقول لك والله ده اللي هو الامباين تمبريتشر اكسبوز تو ديسشارج اند اوف سبرينكلر بالدرجة الفهرنهايت او الدرجة السيليزية. يعني هنا بتشوف درجة الحرارة بتاعت الكولد بتاعتك الموجودة هنا قد ايه اللي هي معرضة للرشاش. فلو كانت مثلا 40 فهرنهايت ودرجة ولو بنحولها للسليزيوس هتلاقيها 4 درجة سليزيوس. الحاجة التانية بيقول لك exposed minimum parallel length الانش اور مليمتر، يبقى هنا ده اللي هو بالانش بالبوصة، واللي تحته ده اللي هو بالمليمتر. فبيقول لك ان طول بارل المفروض الريكومندد يبقى كذا. فنمسك مثلا لو كان عندي ده 40 فهرنهايت او 4 درجة سيليزية اللي هي بيتعرض ليها السبرينكلر، نشوف فرق درجات الحرارة. تمام، فلو كان مثلا عندك الهيتد سبيس ده هي 40 درجة فهرنهايت او 4 درجة سيليزية، يعني هنا درجات الحرارة متساوية ما بين الهيتد سبيس والكولد سبيس. تمام، ففي الحالة دهيت بنقول والله ان البارل دهيت يبقى مش لازم يبقى له طول، يبقى هنا ممكن اروح موصل الفيتنج بالتالي هنا على وش العزل مباشرة. لكن لو نشوف مثلا ان لو كان عندي السبرينكلر ده متعرض مثلا لسالب 7 درجة سيليزية، تمام، يبقى سالب 7 تحت الصفر،
يبقى هنا بنشوف الطول بتاع البارل ده قد ايه. لو كان درجة الحرارة اللي هي بتاعت الهيتد سبيس دهيت مثلا 4 درجة سيليزية، يبقى هنا بيقول لك ان لازم الطول بتاع البارل يبقى 102 مليمتر، يعني حوالي 10 سنتي. لو كان درجة الحرارة بتاعت الهيتد سبيس دهيت 16 درجة سيليزية، يبقى هنا البارل مش لازم يبقى له طول، يعني ممكن اروح مركب الفيتنج مباشرة على المنطقة دي. ونبص مثلا نلاقي ان لو كان مثلا درجة الحرارة وليكن مثلا -34 درجة سيليزية اللي هي المنطقة اللي معرض ليها الرشاش، وكان عند درجة الحرارة اللي هي موجود فيها المية او الهيتد سبيس وليكن 406 كانت 4 درجة سيليزية، يبقى المفروض ان انا ابعد بالبارل دي بلينس معين يقدر بحوالي 406 مليمتر او تقريبا 40 سنتي، وهكذا. تمام، يبقى لازم احافظ على البارل لينس ده علشان خاطر احافظ على المية بتاعت ان هي ما تتعرضش للتجمد نتيجة لانتقال الحرارة، او نتيجة لان الكولد سبيس ده ممكن يأثر على المية وممكن يتسبب لها عملية التجمد. وزي ما اتكلمنا ان بحط هنا العزل سواء كان مع الانسوليشن او كان خارجي علشان خاطر احافظ على الهواء ده ان هو ما يتسربش للمنطقة الباردة ويحصل تكاثف لبخار مية ممكن يتسبب هنا في تآكل للجزء بتاع البارل او الجزء بتاع الدراي سبرينج. في نوع تاني اسمه البايلوت سبرينكلر، وخدنا قبل كده في المحاضرات الأولانية ازاي بيشتغل وامتى بستخدمه. البايلوت سبرينكلر هو من الرشاشات اللي بستخدمها علشان خاطر اعمل اكتيفيشن لسيستم معين، زي مثلا السيستم بتاع الديليوج او سيستم بتاع بري اكشن علشان خاطر يحصل له اكتيفيشن. يبقى قلنا ان انا ممكن في حاجات او في بعض الصمامات سواء الديليوج او البري اكشن ممكن تشتغل بسيجنال كهرباء عن طريق الديتكتورز، ان هو الكواشف الكهرباء او الديتكتورز ديت بتبعت اشارة للكنترول بانل، ومنها بتدي اشارة تانية الكنترول بانل عشان خاطر تفتح الفالف ده فتسمح للمية ان هي تعمل تغطية للمكان واخماد للحريق. من ضمن برضو الحاجات اللي هي بستخدمها كميكانيكال او بعض الكواشف الميكانيكال اللي هي البايلوت سبرينكلر، يبقى هو وظيفته بس ان انا بعمل بيه اكتيفيشن للسيستم لكن مش بيستخدم في عملية الحماية، يعني هو مجرد بس ان هو يعمل اكتيفيشن لسيستم معين لكن ما بيستخدمهوش ان هو يعمل عملية اخماد او سيطرة على الحريق. ده مثلا اللي هو وليكن الدليوج سيستم. تمام، ده هنا اللي هو الدليوج فالف، والدليوج فالف هنا المية جاية متوقفة المفروض عند الدليوج فالف عشان يحصل ان اكتيفيشن للفالف ده وان هو يفتح. يبقى هنا بتلاقي فيه هنا اللي هي البايلوت ديتكتورز او البايلوت سبرينكلر. البايلوت سبرينكلر دهيت لو حصل ان هي اتاكتيفت نتيجة للحرارة الموجودة عندي في المكان فبتدي اكشن معين بحيث ان هي تسمح للفالف ده ان هو يفتح، وبالتالي بيتمرر المية للمنطقة اللي انا بعمل لها حماية، وبالتالي المية بتخرج من الرشاشات اللي هي متوزعة واللي بتستخدم في عملية اخماد الحريق. ده هو ده بالظبط، هو ده سيكشن فيه. تمام، بيبقى هنا عندي اللي هو الدلوج فالف، بيبقى فيه هنا الديافرام. الديافرام ده هو اللي قافل الطريق على المية، والديافرام ده في الوضع ده او ان هو قافل الطريق عن طريق ان بيبقى فيه ضغط جايله من الناحية ديت، فلو حصل ان في الرشاشات اللي هي بتاعت البايلوت ده هي اتفتحت فبتسمح لي ان المية او الضغط الموجود خلف الديافرام ان هو يقل، وبالتالي بيسمح لي الفالف ده ان هو يفتح وبالتالي يمرر المية للمنطقة اللي انا بعمل لها عملية حماية. البايلوت ديتكتور او البايلوت سبرينكلر، البايلوت سبرينكلر اما بستخدمه اوت دور، يبقى بستخدمه مع الابليكيشن اللي هي الخارجي. تمام، زي مثلا الووتر سبراي سيستم اللي بستخدمها في التانكات هنعرف التفصيل قدام، او بستخدمها اندور ان انا علشان خاطر اكتف سيستم معين زي الدليوج مثلا في مكان داخلي بيبقى متقفل بالحوائط او غيرها.
فلكل واحدة أو لكل أبليكيشن من دول بيبقى له اشتراطات معينة من الكود علشان خاطر أعمل عملية توزيع مناسب للبايلوت سبرينكلر، علشان خاطر يعمل اكتيفيشن للسيستم بتاعي. فبيقول له والله لو كان عندك الاوت دور، فبيقول لك الماكسيمم هوريزونتال سبيسنج، يعني هنا بتبدأ توزع الرشاشات بصورة أفقية في الاوت دور ابلكيشن كل 2.5 متر. يبقى هنا كل 2.5 متر بقى ايه، بحط رشاش، تمام. فباجي مثلا في الابلكيشن وليكن بتاع التانكات، تمام، لما بستخدم اللي هو الووتر سبراي سيستم، ابدا اوزع اللي هو البايلوت ديتكتور دهيت بشكل هوريزونتالي كل 2.5 متر. اندور يبقى هنا في الاماكن الداخليه كل 3.7 متر. احيانا بحتاج اكتر من مستوى او اكتر من ليفل من البايلوت سبرينكلر ده علشان خاطر اكتف السيستم بتاعي. فهتلاقي مثلا في الاوت دور هتلاقي مثلا التانكات بتبقى التانكات ارتفاعاتها عاليه، فمش بركب ليفل واحد، لان هنا ممكن يحصل الحريق او يبدا الحريق في التانك ده في اي مستوى من المستويات بتاعه التانك، او اي ارتفاع من الارتفاع الكلي للتانك. وبالتالي هنا الكود بيشترط عليا ان انا لازم احط ليفلات من البايلوت سبرينكلر. with maximum vertical spacing كام؟ يبقى 5.2 متر. يبقى هنا لو فرضنا ان مثلا عندي تانك ارتفاعه 10 متر، يبقى هنا ببدأ احط ايه، ببدأ احط 2 ليفل من البايلوت سبرينكلر عشان خاطر يعمل اكتيفيشن للووتر سبراي سيستم، يعمل تبريد للتانك في حال حدوث حريق فيه. بعد كده بيقول لي الماكسيمم ديستانس بيلو سيلينج، يبقى هنا دي تخص طبعا الاماكن الداخليه، لان هنا الاول دور طبعا ما فيش سيلينج. يبقى هنا في الاماكن الداخليه بيقول لك ان هنا بيسمح لك ان البايلوت سبرينكلر ده بتحطه تحت السيلينج على مسافه توصل ممكن ل 56 متر او 56 سنتي. طبعا المسافة دي كبيرة مقارنة بالمسافات اللي هي شفناها بالنسبة للرشاشات الستاندرد اللي هي بعمل بيها توزيع في المكان عشان خاطر أعمل سيطرة على الحريق. إن كان لو نفتكر كده الماكسيمم ديستانس بتوين ستاندرد سبراي ديفليكتور ويز سيلينج بتبقى كام؟ ماكسيمم بتبقى 12 انش أو 30.5 سنتي. هناخد برضو بعض الحاجات اللي هي بنسميها General and Special Installation Requirement. من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي بناخد بالنا منها اللي هي حاجة اسمها Return Pin، أو في بعض الأحيان بنسميها المروحة بالشكل ده. المروحة أو Return Pin دهيت بتبقى خصيصا للبندنت سبرينكلر، بتبقى خصيصا للبندنت سبرينكلر. البندنت سبرينكلر قلنا ان هو عبارة عن الرشاش اللي بيبقى الديفليكتور بتاعه متوجه لأسفل، وده بستخدمه في حالة لو كان في عندي سسبندد سيلينج او سقف معلق موجود عندي في المكان. فباجي ادي الماسورة اللي هي بتاعة الفيدنج او الماسورة المين او الكروس مين، وببدأ اخد البرانش بتاعها. بس بدل ما هاخد البرانش بتاعها لأسفل كده على طول على الرشاش او من الجنب هنا، لا انا لازم اطلع لفوق لمسافة تقدر ماكسيموم بتبقى 4 انش او 10 سنتي، وبعد كده بعمل البو والبو تاني، وبعد كده ارجع اروح راجع على ايه، على الرشاش. طيب واحد يسألني يقول لي إيه، طب ليه انا بعمل الحركة ديت واكلف نفسي فيتنج زيادة والكلام من ده؟ يبقى هنا ده بتبقى من اشتراط من اشتراطات الكود علشان خاطر لما بيحصل صدى او بيحصل تراكم للأتربة الموجودة في المية، ما يحصلش ان هي تبدأ تسد الفتحة بتاعة الرشاش نفسه، وبالتالي هنا بحافظ على الرشاش ان هو يفضل شغال باستمرار عشان لو حصل حريق يحصل لي اكتيفيشن بصورة سليمة. وبالتالي هنا بيلزمني الكود ان انا اعمل الريتيرن بند ده للبندنت سبرينكلر علشان خاطر احافظ على فتحة الرشاش ان هي ما حصلهاش سدد مع مرور الوقت. فبيقول لي هنا يبقى شال بي used when water supplied from a rotor mill pond or open tank، يعني لو كان المية دهيت مش مية دوميستيك، يعني مية عادية، تمام. المية دهيت ممكن تبقى من مصدر مفتوح، نهر مثلا أو غيره،
او حتى لو انت حطيتها في تانك ممكن يحصل التانك ده ان هو لو كان مفتوح ممكن يقع فيه اتربة او ممكن يقع فيه حشرات او غيرها، فمع الوقت وكمان الصدى يبقى هنا ممكن يعمل سدد للرشاش بتاعك. فهنا يبقى الزامي كده من الكود ان انا لازم اعمل ايه الريتيرن بند ده، ان انا اطلع طلعة كده معينة بسميها نيبل، تمام، بطلع بالنيبل ده هو بيبقى 4 انش ماكسيمم طول، وبعد كده بعمل تقويعات لحد ما بوصل للفتحة بتاعة الرشاش. في الناحية التانية برضو هنا بنفس القصة، هنا برضو ادي البرانش لاين او اللي هي الماسورة الفرعية اللي ببدأ اغذي منها الرشاش بتاعي، هنا طلع بعد كده عمل التي وبعد كده كوع وراح نزل على ايه، نزل على البندنت سبرينكلر، وراح هنا مركب ايه، مركب ابرايت سبرينكلر. ف واحد يسألني يقول لي ازاي هو هنا مركب ابرايت سبرينكلر، يبقى هنا هناخد في السلايدات اللي قدام ان شاء الله امتى انا بركب ابرايت سبرينكلر في السيلينج وامتى ما بركبهوش. يبقى هنا لو بصيت كده هتلاقي ان الابرايت سبرينكلر دايما الديفليكتور بتاعه متوجه لاعلى، وبالتالي هنا مش هخاف على الرشاش بتاعي ان هو ما يحصل له ان هو يحصل له سدد مع الوقت، لان هو دايما موجه لاعلى، لكن البندنت سبرينكلر دايما موجه لاسفل، فهنا لازم اعمل اللي هي المروحه او اعمل اللي هي بنسميها الريترن بند عشان خاطر احافظ على الرشاش بتاعي ان هو ما يحصلهوش بلاك. بعد كده بيقول لي شال نوت بي ريكوايرد فور ديليوج سيستم، يبقى هنا لو كان عندك السيستم بتاعك ديليوج، تمام، يبقى سيستم اللي هو بتاع الغمر، يبقى هنا مش شرط انك تعمل اللي هو البندنت سبرينكلر، او مش شرط انك تعمل اللي هو ريتيرن بند. ليه بقى ما بيشترطش هنا الكود في حالة لو كان ديليوج سيستم ان انا اعمل ريتيرن بند؟ لان هنا الرشاش نفسه بيبقى مفتوح ما فيهوش اللي هو السنسيتيف اليمنت، وبالتالي هنا وحاجة تانية ان بيبقى الماسورة نفسها بتبقى فاضية ما فيهاش مية، لان المية متوقفة عند الديليوج فالف، وبالتالي هنا مش هخاف بعد فترة ان يحصل سدد للسبرينكلر ده، وبالتالي هنا ان انا ايه يبقى مش متطلب من المتطلبات اللي انا بوجدها في الابليكيشن لو كان بيستخدم اللي هو الديليوج سيستم. حاجة تانية برضو قالك shall not be required with dry pendant sprinkler، يبقى هنا لو كان dry pendant sprinkler زي الرشاش اللي احنا شرحناه قبل كده، يبقى هنا ما بيشترطش ان انا اعمل اللي هو ال return bend او المروحة دي. بعد كده قالك لو كانت ال K factor، يبقى لو كانت ال K factor بتاعت الرشاش دهيت اكبر من او يساوي 11.2، يبقى هنا برضو ما بيشترطش ان انا اعمل return bend، لان هنا لما بيبقى كي فاكتور 11.2 او اكتر بتبقى الفتحة نفسها بتاعت الرشاش بتبقى كبيرة، وبالتالي هنا مفيش فرصة ان ممكن يحصل سدد فيها مع مرور الوقت. ده الشكل بتاعه برضه في الواقع، ان بيبقى هنا عندي الماسورة او البرانش بايب، باجي هنا بروح واخد تي كونكشن، ومن التي دهيت بطلع بنيبل او رايزر نيبل، رايزر نيبل ده بيبقى ماكسيموم 4 انش او 10 سنتي، وبعد كده بعمل الكوع بتاعي وامشي، وبعد كده ايه بنزل بالكوع التاني وانزل مرة تانية على الرشاش اللي هو متواجد عندي في السيلينج اللي متركب عندي في المكان. وهنا طبعا بيبقى الماسورة هنا بتبقى 1 بوصة، يبقى هنا جميع مواسير الفاير بتبدأ من 1 بوصة اللي هي خاصة بالستيل، تمام. وبعد كده بيعمل ريديوسر، بيبدأ يصغر من القطر بتاع الماسورة ده اللي هو 1 بوصة للقطر بتاع السبرينكلر اللي هو بيبقى 0.5 بوصة او 3/4 على حسب الكي فاكتور بتاعته عاملة ازاي. وده اللي هي الهانجر او السبورتات اللي هي بتبدأ تشيل معايا الفاير سيستم بتاعي ويتعلقوا او تثبته في السيلينج الخرسانة اللي هو موجود عندي في المكان. امتى انا بركب، يبقى هنا بنتكلم عن الابوف اند بيلو سيلينج سبرينكلر، يبقى امتى ان انا اركب ابرايت سبرينكلر عندي في السيلينج، وهنا بقصد بالاماكن اللي هي
بقصد بيه الاماكن اللي هي سواء كان سيلينج، يبقى هنا المنطقه اللي هي فوق او تحت سقف الخرسانه، او الاماكن اللي هي بنسميها الريزد فلور، احيانا بيبقى فيه في اوض الكهرباء مثلا، او في بعض الاماكن الاداريه بيروح عامل ريزد فلور. ريزد فلور يبقى هنا بيروح عامل ارضيه، والارضيه دهيت بيجي يروح عامل سبيسة معينة، وبعد كده يروح حاطط أرضية معلقة، تمام، بيثبت أرضية تانية، وبالتالي هنا بيروح ممرر في المنطقة اللي هي ما بين الريزد فلور وما بين الفلور الأساسية، بيروح ممرر الكابلات بتاعته اللي هي كابلات الكهرباء وغيرها. يبقى الأماكن دهيت هل بتحتاج إن أنا أعمل لها حماية أو لأ؟ يبقى هنا بنبص إن هنا الكود بيحدد لي اشتراطات معينة علشان خاطر أعمل أو أركب اللي هو الأبرايت سبرينكلر في الأماكن دي. يبقى هنا أول حاجة نشوف الاشتراطات بتاعت NFPA 13، فبيقول لي والله لو كان عندك السيلينج ده constructed from combustible material like wood، يبقى هنا لو كان عندك المكان ده عبارة عن إيه؟ يبقى عبارة عن أو متركب من مواد قابلة للاشتعال، يعني عندك السقف مثلا ده خرسانة، السقف ده خشبي، يبقى هنا لازم هنا تركب إيه؟ لازم تركب ابرايت سبرينكلر عشان خاطر تعمل حماية للمكان ده، لان هنا السقف هيكون معرض ان هو قابل للحرق. الحاجة التانية، لو انت بتستخدم المكان ده اللي هو الكونسيلد سبيس دهيت، لو انت بتستخدمها للتخزين، يبقى من اجل التخزين او بغرض التخزين، يبقى هنا برضو شرط اساسي انك ايه تروح مركب ابرايت سبرينكلر. حاجة تانية، في بعض الابليكيشن زي مثلا اللي هي مصانع الأدوية، ما ينفعش طبعا ان يجي يدخل العامل يروح عامل صيانة في المكان ده، لان المكان ده بيبقى مكان هايجينيك، فبيحتاج درجات فلترة معينة وغيرها، فهنا بيعمل عملية الصيانة بتاعته كاملة من خلال اللي هو السقف بتاعه، او من خلال السقف بتاع المكان ده، ان هو بيوفر سيلينج بارتفاع كبير جدا، تمام، وبعد كده بيعمل كات ووك او بيعمل ممر للعامل ده بحيث ان هو يقدر يوصل لاي سيستم موجود عنده في المكان ويقدر يعمل الصيانه اللازمه ليه. يبقى لو كان عندي الابلكيشن بالتطبيق دوت او مطابق للحاله دهيت، يبقى if concealed spaces used for maintenance، يبقى هنا لازم برضو اروح مركب ابرايت سبرينكلر عشان خاطر اعمل حمايه للشخص اللي هو هيطلع فوق يعمل الصيانه اللازمه. هي دي الثلاث اشتراطات اللي بيشترطهم الكود ك ان اف بي اي، انك لازم تركب ابرايت سبرينكلر او انك تعمل حمايه بالرشاشات في الاماكن اللي هي الكونسيلد، تمام، سواء كان الكونسيلد سبيس دهيت موجود عندي في السيلينج او موجود عندي في الجزء اللي هو خاص بالريزد فلور. نلا البريتش كود بدأ هنا يحط اشتراطات تانية، والبريتش كود مش بس هو الكود البريطاني اللي هو بيطبق القصة ديت، لا كمان عندي الكود القطري بيمشي بنفس القصة، وبعض الأكواد الخليجية بتمشي بنفس اللي هو الكود البريطاني، إن هو بيقولك والله أي سبيسة أو أي كونسيلد سبيس الدبس بتاعها يزيد عن 80 سنتي، يبقى هنا لازم تركب أبرايت سبرينكلر. يبقى هنا بتشوف عندك المسافة من السيلينج أو السقف الخرسانة والسقف المعلق، لو كانت أكتر من 80 سنتي، لو أنت هتمشي على الكود البريطاني أو الكود القطري، يبقى هنا لازم تروح مركب إيه؟ لازم تروح مركب أبرايت سبرينكلر. الحاجة التانية، لو كان عندك السقف ده أو السقف المعلق ده بيحتوي أي كومباستبل ماتيريال، يبقى هنا بيحتوي أي كومباستبل ماتيريال، يبقى هنا بيحتوي على حاجات مواد تخزينية قابلة للاشتعال أو أسقف مثلا خشبية، يبقى هنا لازم برضو تروح مركب أبرايت سبرينكلر أو تعمل حماية بالرشاشات في المكان ده، سواء كان طبعا برضو هنا بنتكلم عن الكونسيلد سبيس، سواء كان في السيلينج أو كان عندي في الريزد فلور هو نفس القصة. يبقى هنا بيقول لك والله لو كان عندك الدبس بتاعك أكتر من 80 سنتي، يبقى تروح مركب على طول إيه رشاشات، وكذلك الأمر برضو في الكود القطري وبعض الأكواد الخليجية بتتطلب نفس الأمر.
لكن الكود المصري ما ذكرش القصه ديت، والكود الامريكي او الان اف بي اي ما ذكرش قصه اللي هي ان هو يبقى مرتبط بدبس معين. لكن الاشتراطات زي ما اتكلمنا عنها اللي هي 3 حالات في الان اف بي اي، انك تستخدمها للتخزين، او ان يبقى السقف عندك قابل للاشتعال، او انك بتستخدم المكان ده للصيانه. برضه من ضمن الحالات اللي هي ذكرها هنا في الكود اللي هي الاسكليتور، او اللي هي السلالم المتحركه اللي ممكن نشوفها مثلا في المولات التجاريه وغيرها. فهنا بيعتبر ان درجه الهازارد بتاعتها اوردينري هازارد، تمام. بيبدا يحط الرشاشات بتاعته في المكان ده على سبيسنج معينه، اقل سبيسنج اللي هي متر 80. يبقى هنا بيوزع رشاشات حوالين الاسكليتور او السلم المتحرك ده على مسافة ما بين الرشاش والتاني لا تتعدى متر 80. لو نفتكر كده المتر 80 ده اللي هي المينيمم ديستنس بتوين تو سبرينكلر. هنا علشان خاطر المكان ده بيبقى خطير جدا، لان هنا بيبقى ممكن يتواجد فيه ناس، وممكن يبقى لو حصل حريق هيسبب مشكلة كبيرة جدا. يبقى هنا بيحط الرشاشات بأقصى حماية ليها، إن هو يبدأ يعمل لها سبيسنج على مسافات 1.80 متر، ويبدأ يحطها برضو على سبيس معينة من الدرافت ستوب اللي هي الدروب اللي احنا شايفينه ده اللي هو حوالين الاسكليتور، تمام. بيبقى على الجانب من الدرافت ستوب ده من مسافة من 6 انش تو 12 انش، يبقى من 15 ل 30 سنتي. بيبدأ يثبت برضو الرشاش بتاعه بحيث ان هو لو حصل حريق في المكان ده يبدأ تخرج المية من الرشاش وتبدأ تغطي المكان ده وتعمل عملية الإخماد للحريق. هنا برضو عندي من ضمن الابليكيشن اللي ممكن تقابلك اللي هي الليبراري ستاك اريا، اللي هي الاماكن التخزينية الخاصة بالكتب في المكتبات، وكذلك اللي هي ميديكال ريكورد ستورج اللي هي الملفات الطبية لغرض التخزين مثلا في مستشفى او غيرها. فازاي ان انا بعمل عملية الحماية بواسطة الرشاشات للأماكن دي؟ فبتشوف المسافة ما بين الرشاش، لو انا عندي السيلينج بالشكل ده، تمام، بتشوف المسافة اللي هي ما بين البندنت سبرينكلر او السيلينج والطوب بتاع الرف او الطوب بتاع الستاك الموجود عندك في المكان، سواء مكتبة او مستشفى او غيرها اللي هي بتحتوي على ميديكال ريكورد. فلو كان عندك المسافة اللي هي الواي اللي هي المسافة ما بين الطوب والسيلينج دي اكتر من او يساوي 18 انش، يبقى هنا اكتر من او يساوي 45 سنتي، يبقى هنا الرشاش installed without regard to easel. الايسل اللي هو ايه؟ الايسل اللي هو الممشى، بتلاقي فيه هنا ممشى بالشكل ده، الممشى ده اللي هو ما بين استاكة والتانية بحيث ان تسمح للواحد ان هو يقدر ياخد كتاب من الرف ده او من الرف ده. فلو كان عندك المسافة ما بين السيلينج والتوب اوف ستاك ده هو اكتر من او يساوي ال 18 انش، يبقى هنا بتحط الرشاشات بتاعتك دون الاعتبار او دون اخذ في الاعتبار اللي هو الممشى او الاسل اللي هو بين الستاك والتاني. طيب لو كان اقل من 18 انش او اقل من 45 سنتي، يبقى هنا في حالتين. الحالة الأولانية إن هو الاستاكة نفسها تحتوي على كومبليت ديفايدر، يبقى هنا بيروح عامل فاصل، يبقى هنا بتلاقي في فاصل ما بين الاستاكة دهيت، بتلاقيه عامل فاصل ومكمل معاه للسيلينج، وبالتالي هنا بيعتبرها كمنطقة ودي منطقة تانية. يبقى هنا في الحالة دهيت لو في فاصل مكمل معايا للسقف، ساعتها بيقول لك ان الرشاشات لازم تعملها او لازم تعمل لها انستليشن ان افري اسل، يبقى في كل ممشى ان تاير، يبقى هنا عند كل ايه، عند كل رف ويز سبيسنج اقل من او يساوي 3.7 من 10 متر، يبقى هنا بتبدأ توزع الرشاشات بتاعتك عند كل اسل وعند كل اللي هو الاستاكه بالشكل ده، تمام. والرشاشات بتوزعها على مسافات 3.7 من 10 ماكسيموم. ولو كان عندك بقى الديفايدر ده مش مكمل للسقف، يبقى هنا في سايب فراغ معين ما بين التوب ده والسيلينج،
ساعتها بتروح موزع الرشاشات بتاعتك بشكل استاجرد. تمام، هنشوف الشكل ده في السلايد اللي قدام. هذا هو بالشكل ده، لو انا عندي ادي الاستاكات، تمام، وادي اللي هي الطيار، بيبقى هنا رف 2 3، تمام، وده اللي هو الاسل. الاسل اللي هو ايه؟ الممشى اللي هو ما بين كل استاكه والتانيه، تمام. فهنا لو كان عندك الديفايدر ده مكمل معاك لحد السيلينج، وكانت المسافه ما بين السيلينج والطوب بتاع الاستاكه ده اقل من 18 انش او اقل من 45 سنتي، يبقى هنا بتلاحظ ان هو موزع رشاشات في كل اسل، تمام، يبقى عند كل اسل وعند كل ايه وعند كل طاير، يبقى عند كل مصفوفه من المصفات بتاعه المكتبه ديت. والسبيسنج ما بين الرشاش والتاني لا تتعدى 3.7 متر. طيب لو كان عندك المسافه ما بين السيلينج وما بين التوب اوف ستاك اقل من 18 انش او 45 سنتي، وفي نفس الوقت عندك الديفايدر ده مش مكمل لحد فوق، يبقى incomplete vertical divider، يبقى هنا بتوزع عندك الرشاشات بشكل استاجر. يعني هنا بتحط رشاش، وبعد كده على مسافة من هنا 3.7 بتحط رشاش تاني، ومن الرشاش ده بتبدأ تحط برضو على مسافة 3.7 متر رشاش التالت، وهكذا. يبقى هنا مش بيتوزع بيه التوالي، لا بشكل ايه، بشكل زجزاج او بشكل اللي هو بنسميه الاستاجر. احيانا برضو من ضمن الابليكيشن اللي ممكن تقابلك اللي هي الاليفيتور هويست ويز اند ماشين رومز، اللي هي بيت الاسانسير. تمام، الهاوسنج بتاع الاسانسير او الاليفيتور ده، هنا بيشترط عليه الكود ان انا احط فيه رشاشات في حالات معينة. ايه هي؟ اول حاجة بالنسبة لي البت اللي هي البير نفسه بتاع الاسانسير، بيقول لك ان لازم تروح مركب سايد وول سبرينكلر على مسافة من القاعدة بتاعت البت، تمام، او البوتوم اوف ذا بت، على مسافة كام؟ على مسافة 6 من 10 متر، بس هنا بشرط ان يبقى في هنا زيوت هيدروليكية. يبقى لو في الاسانسير ده في زيوت هيدروليكية من تحت في البت ده، يبقى هنا بيشترط عليك الكود انك تروح مركب سايد وول سبرينكلر بحيث ان هو يعمل حمايه للمكان ده في حال حدوث ايه، في حال حدوث حريق، ان ممكن نتيجه لشرر معين او غيره. يبقى هنا الزيوت الهيدروليكيه المتواجده عندي في المكان في الدمبرز اللي هي في البيت ده ممكن يحصل لها اشتعال، وبالتالي هنا لازم اوفر وسيله للفاير بروتكشن في المكان ده. طيب يبقى سايد وول سبراي سبرينكلر شال بي انستولد ات ذا بوتوم اوف ايتش اليفيتور هويست واي نوت مور ذان ايه 61 من 100 متر اباف ذا فلور اوف ذا بيت. يبقى هنا فوق الارضيه بتاعت ايه، بتاعت البيت اللي هي البير بتاع ايه، بتاع الاسانسير. بس هنا بيقرنها بقى بشرط تاني، بيقول لك اف هويست واي انكلوزد ويز نون كومبسبل شافت دونت كونتين هيدروليك فلويدز شال نوت ريكوايرد سبرينكلر ات ذا بيت. يبقى هنا لو مش بيحتوي على زيوت هيدروليكية في المكان ده، يبقى هنا مش شرط انك تحط ايه، يبقى ما بيشترطش عليك انك تحط اللي هو السايد وول سبرينج. الحاجة التانية قال لك برضو علشان خاطر يحافظ على الناس او الناس اللي هي بيشيلها في العربية بتاعة الاسانسير من الحريق او غيره، يبقى ممكن يحصل لا قدر الله في فاير ممكن يحصل في المكان ده او في الهاوسنج بتاع الاسانسير او في العربيه نفسها اللي هي بتاعه الاسانسير. يبقى هنا بيروح قال لك ان هنا بيشترط عليك الكود انك تركب ابرايت او بندنت او سايد وول سبرينكلر. طبعا سايد وول هو طبعا مور ابليكابل، لان هنا بروح مركب هنا السايد وول، مش بحتاج ان انا امرر المواسير بتاعتي وفيتنج والكلام دوت فوق الاسانسير، وبالتالي ممكن يعوق حركه البيلت اللي هي السير نفسه اللي بيحرك او اللي بيشيل الاسانسير او عربيه الاسانسير. يبقى هنا بروح مركب سايد وول سبرينكلر بحيث ان هو يعمل بروتكشن للمكان ده. بس هنا قال لك برضو في اشتراط تاني، قال لك لو انت ضامن ان العربيه نفسها اللي جايه بتاعه الاسانسير، تمام، بينطبق عليها ماتيريال معينه اللي هي according to اسمي رقم كذا،
بتبقى فاير ريتد لمدة معينة وغيرها، يبقى هنا ما بيشترطش هنا الكود انك تركب اي رشاشات في الهاوسنج بتاع الاليفيتور، تمام. لكن طبعا انت علشان خاطر ممكن تشتغل في مشروع، فانت مش عارف المقاول ده هيجيب مواصفات ايه اللي هي خاصة بالاسانسير، يبقى هنا بتأمن نفسك تروح مركب ايه، تروح مركب اللي هو سايد وول سبرينكلر في المكان ده او ابرايت ايا كان، علشان خاطر تعمل حماية للعربية بتاعة الاليفيتور اللي هي موجودة عندك هنا. ولو عندك هنا طبعا زيوت هيدروليكية بتروح مركب برضو ايه سايد وول على مسافة 60 سنتي من الأرضية بتاعة البيت بتاعة الاليفيتور. ده برضو اهو صورة من الواقع ان هو جاي هنا برضو للبيت بتاع الاسانسير بالشكل ده، وراح مركب هنا اللي هو سايد وول سبرينكلر لمنطقة البيت اللي هي البير بتاعة الأسانسير، وحطيت لها اللي هو الجارد بالشكل ده علشان خاطر يحافظ على الرشاش من الانكسار. برضو من ضمن الابليكيشن اللي هي ممكن تقابلك في بعض المشاريع اللي هي الفانز اللي هي المراوح، تمام. فلو كان عندك الفانات اللي هي بتركب عندك في السيلينج اللي هي القطر بتاعها لحد 1.5 متر، يبقى هنا ما بتعملش اي اعتبارات خاصة في توزيع الرشاشات، يبقى هنا sprinklers shall be permitted to be placed without regard to the pleats of ceiling fans less than 60 inch او 1.5 متر in diameter. يبقى لحد 1.5 متر من قطر المراوح دهيت، يبقى هنا بتوزع الرشاشات بتاعتك دون الاخذ في الاعتبار للريش بتاعت المراوح دي. لكن بيقابلك في بعض الابليكيشنز المعينة، تمام، مراوح كبيرة بيبقى هنا بنسميها الهاي فوليوم لو سبيد فان، هنشوف شكله اهو، مكان زي كده مخزن او وير هاوس او غيره، تمام. بيروح مركب مراوح بالشكل ده، بتبقى مراوح الاقطار بتاعتها كبيرة جدا ممكن توصل ل7 متر، تمام. بتبقى سرعتها منخفضة وفي نفس الوقت بتعمل تحريك لكمية كبيرة جدا من الهواء. فهنا في الكود هنا بيحط اشتراطات معينة علشان خاطر تعمل انستليشن للرشاشات بالنسبة للمراوح الكبيرة بالشكل ده اللي هي الهاي فوليوم لو سبيد فان. ايه اللي هي الاشتراطات اللي بيقول عليها الكود؟ اول حاجة بيقول لك ان لازم يبقى القطر بتاع الفان ده هي ماكسيموم يبقى 7.3 متر. الحاجة التانية ان لازم تسنتر المروحة ده هي ما بين 4 سبرينكلر. الحاجة التالتة بيقول لك ان لازم الفيرتيكال كليرانس او المسافة نفسها ما بين الريش بتاعة المروحة لحد الرشاش لا تقل بأي صورة من الصور عن 9 من 10 متر. والحاجة الأخيرة بيقول لك ان لازم الكنترول نفسه بتاع الفان اللي هي الهاي فوليوم لو سبيد فان يبقى لازم يحصل لها شت داون، تمام، يبقى لازم تتقفل بمجرد ان يحصل مرور او تحريك للميه، يبقى to shut down immediately upon receiving a water flow signal from the alarm system. يبقى هنا بمجرد ان يحصل في فاير تبدأ الميه تتحرك، المفروض هنا بيبقى في سنسور معين يحس بحركة الميه دهيت، وليكن مثلا flow switch، تمام. الفلو سويتش بيديني الارم وفي نفس الوقت هيدي سيجنال معينة او الكنترول بانل هتدي سيجنال معينة بحيث ان هي تعمل غلق او تطفي اللي هي المراوح دهيت علشان خاطر ما تأثرش على البرفورمانس للرشاشات. هنشوف شكلها برضو اهو، ادي شكل ازاي ان انا بحط السبرينكلر بتاعي في الاماكن اللي هي فيها مراوح كبيرة دهيت. يبقى ادي اهي المروحة ببدأ اوسطنها ما بين 4 سبرينكلر، تمام، وبسيب مسافة من الديفليكتور بتاع الرشاش لحد اللي هي الريش بتاعة المروحة مسافة لا تقل عن كام، لا تقل عن 9 من 10 من المتر. والحاجة اللي بعد كده ان لو حصل في حريق وبدأ يحصل اكتيفيشن للرشاشات دهيت، يبقى المفروض الكنترول بانل بيبعت سيجنال للمروحة عشان خاطر ايه تفصل. في بعد كده اللي هو الجزئية الخاصة بالبايب سايزنج،
ايه هو بقى البايب سايزنج؟ يعني ازاي ان انا بحط اقطار المواسير، تمام، اللي هي بتبدأ تغذي الرشاشات. اقطار المواسير او البايب سايزنج دي من اهم الحاجات اللي انا بعملها في اي مشروع، ان انا المفروض بعد ما خلاص وزعت الرشاشات بتاعتي according to الجداول اللي فاتت، و according to اللي هي التايب بتاع الرشاشات زي اللي خدناه في المحاضرات اللي فاتت، المفروض ان انا ابدا اعمل راوتنج للمواسير بحيث ان هي تبدا تنقل المياه من البامب روم لحد الرشاشات، علشان خاطر لو حصل في فاير يحصل اكتيفيشن وبالتالي تبدا تخرج المياه من الرشاشات دي. ازاي ان انا بعمل بايب سايزنج؟ يبقى بعملها عن طريق حاجه اسمها بايب سكيدول، عباره عن جداول معينه بتتوقف على درجه الهازارد وعلى عدد الرشاشات وعلى الماتيريال بتاعه البايب اللي انت بتستخدمها في المشروع بتاعك. كل دي داتا بحتاجها علشان خاطر احدد اللي هو قطر الماسوره اللي انا بغذي بيها الرشاش او عدد من الرشاشات. فناخد اول حاجه، مثلا لو كان عندي درجه الهازارد بتاعتي لايت هازارد، فبشوف الماتيريال بتاعتك دي ستيل ولا كبر. يبقى هنا في اغلب المشاريع اللي انت بتستخدمها طبعا اللي هو بتستخدم اللي هو بلاك ستيل سكيدول 40 او جلفانايزد ستيل، يبقى هتمشي على الصف ده. لو صدفك ان في ابلكيشن معين هتستخدم مواسير نحاس، تمام، يبقى هنا بتطبق اللي هو الجزء ده من الجدول. فبيقول لك والله هنا لو كان عندك ستيل يبقى نمبر اوف سبرينكلر 2 مقابل ليه البايب سايز كام؟ يبقى مقابل ليه البايب سايز عندك 1 انش. يبقى هنا المفروض عندي لو انا عندي رشاش او 2، يبقى هنا الماسوره اللي بتشيلهم قد ايه؟ يبقى بتشيلهم 1 انش. طيب لو كان عندك عدد رشاشات 3 رشاشات، يبقى الماسوره اللي بتشيلهم 1.25 انش. يعني ايه بتشيلهم؟ يعني الماسوره اللي بتغذي الثلاث رشاشات هتبقى 1.25 انش او ما يعادل اللي هو 32 مليمتر، تمام. بعد كده عندي هنا لو كان عندك لغاية 5 رشاشات يبقى هنا 1.5 انش او 40 ملي، لحد 10 رشاشات يبقى 2 انش او 50 ملي، لحد 30 رشاش يبقى 2.5 انش او 65 ملي، لحد 60 رشاش يبقى هنا يبقى من 30 ل 60 يبقى 3 انش او 80 ملي، من 60 لحد 100 سبرينكلر يبقى هنا بيبقى 3.5 انش، بس 3.5 ده مش بتواجد في السوق ومحدش بيستخدمه، يبقى بنحطها 4 انش. طيب لو زاد عن 100 بقى، يبقى هنا لو زاد عن 100 رشاش بتبدأ تتعامل بجداول تانية اللي هي درجة الهازارد الأعلى، بتتعامل بجداول اللي هي الأوردينري هازارد. تعال نشوف الكلام دوت ازاي نطبقه معانا في الأوتوكاد. ادي مثلا دي حاجات وزعناها من المرات اللي فاتت او المحاضره اللي فاتت. ادي لايت هازارد، وكان عند الاوضه 10 متر في 10 متر، فلقيت ان هي بيتوزع فيها 9 سبرينكلر. ف هاخد وليكن ادي التاي ان او اللي هي الماسوره الاساسيه بتاعتي، ماشي، نديها لون تاني اهو بالشكل ده، وببدا اعمل راوتنج للرشاشات ده هي. بالشكل ده فانا خلاص كده عملت تغذية من الماسورة الاساسية بتاعتي اللي هي الكروس مين، ودخلت بيها للأوضة او الغرفة بتاعتي، وبدأت اعمل اللي هي البرانشات اللي علشان خاطر تغذي المياه للرشاشات او مجموعه الرشاشات بتاعت المتواجده عندي في المكان ده. ببدا احط اللي هو السايزنج، ببدا احط ايه سايزنج للمواسير ده هي اهو. فيا اما انك بتكتبها بالمليمتر اهو، يبقى نخليها 25 مليمتر او اللي هي ال1 بوصة، يبقى ده الماسورة اللي هي بتغذي رشاش واحد، يبقى هتلاقيها 1 بوصة او 25 ملي اهو، يبقى 1 انش او 25 ملي، يبقى بتغذي لحد 2 رشاش، يبقى نكوبير دي برضو، يبقى هنا برضو ايه الماسورة بتاعت 25 ملي. طيب هنيجي بعد كده الماسورة اللي هي هتبدأ تغذي 3 رشاشات بالشكل ده، ادي 1 2 3،
يبقى الماسورة دي هتبقى كام؟ يبقى هتبقى 1.25 بوصة أو ما يعادل اللي هو 32 مليمتر. تمام، نكبرها أهو ونعمل لها روتيشن. بالشكل ده يبقى هنا برضو دي 32 مليمتر. نفس القصة ده برضو هنا الماسورة دي بتغذي رشاش واحد، ده 2 ده 3، يبقى هنا برضو هتلاقي نفس السايز. اروح مكبره من فوق اهو. طيب بالشكل ده. طيب الماسورة ده هي شايلة كام رشاش بقى معاها؟ يبقى هنا شايلة 6 رشاشات. يبقى هنا بروح مكبر ده كده 6 رشاشات. يبقى ارجع للجدول بتاعي بشوفها كده، يبقى 6 رشاشات. يبقى هنا اكتر من 5، يبقى من اكتر من 5 يعني من 6 7 وهكذا لحد 10. يبقى بتاخد قد ايه؟ يبقى 2 بوصة، 2 بوصة اللي هو 50 ملي، 50 مليمتر. تمام، برضو هنا السايز بتاعي اللي هو بتاع البرانش ده نفس اللي تحت، هو هو الماسورة دي شايلة رشاش، دي شايلة رشاشين، دي شايلة 3 رشاشات. طيب الماسورة دي شايلة كام رشاش بقى؟ يبقى دي شايلة 9 رشاشات. يبقى هتبقى كام؟ برضو هنا هتبقى 50 ملي أو 2 بوصة، لأن معايا لحد عشرة سبرينكلر. يبقى هنا شايلة كام؟ يبقى 2 إنش أو 50 ملي. نكتفي بهذا القدر، وأنا آسف إن أنا أطلت عليكم، وإن شاء الله نكمل برضو المحاضرة الجاية الجزء بتاع البايب سايزنج، وبإذن الله هنبدأ ناخد مشروع مع بعض، مشروع كامل إن شاء الله. المشروع ده هناخده من الأول للآخر، هنبدأ ندخل على الكود اللي هو NFPA 101 اللي هو خاص باللايف سيفتي، أو NFPA 5000 هو هو. تمام، وده اللي بيقول لي إذا كان المبنى بتاعي ده هيتغطى بالرشاشات ولا لأ، وإيه المتطلبات بتاعته. وبعد كده بحدد درجة الهازارد، وبعد كده ببدأ أعمل عملية توزيع للرشاشات وراوتينج للبايب، وبعد كده بستخدم اللي هو البايب سكيدول عشان خاطر أعمل بايب سايزنج زي ما خدنا في النهاردة، خدناه النهاردة، وهنكمل إن شاء الله المرة الجاية. وبعد كده هنتعرف على برنامج الإليت وإزاي إن أنا بعمل حسابات هيدروليكية للقصة دي. إن شاء الله المحاضرة الجاية هتبقى من المحاضرات المهمة جدا عشان خاطر هيبقى تطبيق عملي على مشروع بإذن الله. أتمنى إن بعد ما يخلص المحاضرة دهيت أو يخلص المشروع ده، أتمنى إن يكون كل واحد سمع الكورس ده أو سمع المحاضرات دهيت يكون استفاد وقدر إن هو يطبق بإيده في الـ الـ على مشروع على مشروع حقيقي، بحيث إن هو يكون استوعب كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها في الكورس ده. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو في أي استفسار طبعا هنتواصل على الإيميل الموجود في أول الفيديو، أو على اللي هي الكونتاكتس اللي هي موجودة عندي في آخر الفيديو، أو على صفحة الفيسبوك Firefighting Tech for You. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.